السلام عليكم خوتي خواتاتي، بخير؟ كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت لكم بواحد لا بروموسيون في تكاشت، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هذه تكشيطه في البلو مارين، بالصم الصفر والكري، يعني مزروله. الخدمه ديال خدمه مزيانه وبتنبات شي حاجه راقيه وزوينه كما كتشوفوا. الثوب ديالها زوين، باقه جديده زوينه. ولا بروموسيون دايرين 500 درهم حيت بسبب هاد الازمه اللي كاينه، بغينا نديرو هاد لا بروموسيون. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الحوايج. بالنسبه اللي ما عرفش المحل ديالنا كاين حدا فارماسي سونترال، فارماسي سونترال في التشيره، رحمه موض، راه معروف ديال كراء تكاشت. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد التكشطات اللي مزيانين، شي حاجه واعره راقيه، والخدمه خدمه متقونه، يعني شي حاجه زوينه، ماشي خدمه سواقيه بالتنبات باليد والحزام ديالها. يعني الا صوبتيها غتقام عليك مينيموم ب 1500 درهم، حنا دايرين ليها لا بروموسيون 500 درهم. التقشيطه الثانيه كما كتلاحظوا في البلون كاسي، ومنبته حتى هي بالعقيق، وفيها فيها السفيفه كما قلت لكم. دايرين هاد لا برومو على حساب دايرين موديلات جداد، وبغينا اللي كيديو هاد التقشيطات حيت سمي درنا موديلات جداد، بغينا نبدلو السلعه. اللي بغى شي حاجه موديرن، شي حاجه جديده، نقدروا راه غيلقاهم عندنا في المحل. هادو كما كتشوفوا ها هي، وفيها التنبات فوق الكتاف والتنبات فوق مورا العنق بالقفطين ديالها. ولي طاي ديال هادي هاد البلون كاسي وديك الاخرى، لا طاي ديالهم ميديوم. بالنسبه هاد اللون غيواتي العريسات اللي عندها الخطبه ولا اللي عندها سميتو، ثمن مناسب وشي حاجه تحض، يعني دوز بها النهار ديالها الا عندها ضريب صداق او لا. هاد اللون مواتي زوين، نتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا خدمه متقونه، والحزام ديالها هما كما تلاحظوا، ولا البري ديالها جد مناسب. اي لبسه اخرى تكشيطه في الموف، موسلين في الموف، حتى هي منبته بالعقيق وبالحزيم ديالها، مزروله حتى هي، فيها الصقل الابيض والصقل الاصفر كما قلت لكم 500 درهم. وبالنسبه للنيميرو ديالي ديال الخاص راه غتلقاوه في صندوق الوصف، اللي بغات شي حاجه تواصل معايا مرحبا بها. يعني تكاشط باقي جداد، شي حاجه زوينه ديال الحضور، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا كما قلت لكم، سمية المحل رحمة موض، حدا فارماسي سونترال، راه كيبان حدا الساحة ديال السويقة، الساحة ديال المارشي اللي كاينة في التجيرة، راه معروفة. اللي قلتي لي رحمة موض راه المحل معروف حدا فارماسي سونترال التجيرة. ها هو كما كتلاحظوا غوز بيبي، تقشيطة أخرى حتى هي زوينة، مخدومة بلارجونتي ومنبتة بالعقيق، زوينة في اللبسة، كتجي رائعة وراقية كما كتلاحظوا. الحزام ديالها باقي جديدة، شي حاجة زوينة، تمن مناسب كما قلت لكم 500 درهم. هاد الكاش كلشي اللي دوزنا راه غير ب 500 درهم، يعني تمن جد مناسب. غير حنا صوبنا كاش جداد وعندنا موديلات جداد، بغينا اللي كيديو هادو باش ان شاء الله نحطو الجديد. واللي بغات شي حاجه جديده تجي، اللي بغات لوكاسيون راه كنديرو لوكاسيون، مرحبا بكم. موديلات راقيين وزوينين، نتمنى يعجبوكم. ومرحبا بكم عندنا محل ديال رحمه مود، انفاس قريب، انفاس للساحه وقريب الفارماسي سونترال. هي التقشيطه الاخرى، هذا هو الموديل الاخر اللي بقى، حتى هي بنفس الثمن 500 درهم،
اللون ديالها فيغ او، شي حاجة زوينة حلوة فيها رشيفات صغيورين ولكن زوينة، مخدومة بالأرجنتي ومربتة بالعقيق. ملاحظة العقيق اللي فيهم، راه العقيق اللي شي حاجة زوينة اللي ما كيتقشرش، يعني شي حاجة اللي واعرة بزاف، واخا تصبنوها واخا سميتو كتبقى كتبري، فيها واحد لابريونس اللي زوين بزاف كما كتشوفوا. ومرحبا بكم اللي عجبتها شي حاجة البنات، مرحبا. غنخلي لكم نيمار التليفون ديال المحل في صندوق الوصف، اتصلوا معايا في الخاص. والعنوان كما قلت لكم حدا فارماسي سونترال تشيرا، الصيدلية المركزية حدا الساحة ديال تشيرا اللي معروفة حدا داك المركب. مرحبا بكم البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم لي موديل، وبارطاجيو بطبيعة الحال مع صحابكم وحبابكم. وشكرا لكم، نتمنى يعجبكم هاد التكيشطات. وكما قلت لكم راه كاينين موديلات جداد، نتمنى ان شاء الله تزوروا المحل باش تشوفوا الجديد. شكرا لكم.